من شرم الشيخ هنروح لسوهاج، وبمناسبه عيد الميلاد المجيد تعالوا نشوف احتفالات هناك عامله ازاي مع زميلنا محمد رفعت، ولقاء مع القمص موسى ابراهيم المتحدث باسم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه من داخل مطرانيه سوهاج. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير عليك يا دينا، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام، كل عام وحضراتكم جميعا بألف صحة وسعادة وخير. أقفوا الآن في مطرانية الأقباط الأرثوذكسي بمدينة سوهاج والاحتفال بعيد الميلاد المجيد على حسب التقويم الشرقي. ربما هناك استعدادات وتدابير عديدة اتخذتها محافظة سوهاج ووحدتها المحلية لإعادة تجميل ورفع مستوى النظافة بمحيط الكنائس والمطرانية في إطار الاستعداد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. أيضا مديرية أمن المحافظة كان لها دور مهم في تأمين الاحتفالات وصلوات أعياد الميلاد وأعياد رأس السنة الميلادية. هناك تمركزات أمنية موجودة بمحيط الكنائس والمطرانيات والشوارع الرئيسية والميادين الهامة. داخل الكنائس هناك إجراءات وتدابير احترازية أيضا خاصة بعملية الاحتفال وأيضا تأدية الصلوات. للمزيد ينضم إلينا القمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. اهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب، وبنقول دائما ما تحمل الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه رسائل محبه ودعوات صادقه لمصر والمصريين في الاحتفالات بالاعياد المختلفه. ماذا عن هذه الرسائل خلال عيد الميلاد المجيد هذا العام؟ هو الحقيقة الأول كل سنة وحضراتكم طيبين وكل المصريين بكل خير، وإحنا دايما أعيادنا كمصريين بتبقى ليها بهجة خاصة. يعني هو رسالة الكنيسة في الميلاد دايما بتحمل رسالة رجاء وأمل، لأنه بميلاد السيد المسيح انشطر التاريخ، أصبح فيه ما يسمى بقبل الميلاد وما بعد الميلاد. بمجيء المسيح تغير وجه العالم كله، وبالتالي سيظل ميلاد المسيح ومجيئه يحمل رسالة الرجاء لكل إنسان ولكل مجتمع بيسعى نحو الأفضل وتحقيق الأهداف والغايات ومواجهة التحديات. يا فندم، كيف صارت الاحتفالات داخل المطرانيات والكنائس القبطية تزامنا مع عيد الميلاد المجيد؟ الإجراءات الاحترازية اللي موجودة داخل هذه الكنائس في ظل يعني استمرار فيروس كورونا؟ هو طبعا في كل المطرانيات وفي كاتدرائية العاصمة، يمكن كان على القنوات بالأمس الحضور الشعبي، وده أمر كان غاب زي ما حضرتك تعلم العام الماضي. السنة دي الحضور الشعبي كان مقيد بنسبة معينة، يعني لم تشهد الكنائس كما هو معتاد الحضور الكثيف للشعب، وإنما كان النسبة يعني في حدود 25% فقط من الساعة الإجمالية لكل كنيسة. أيضا تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية الدقيقة. والحقيقة قداسة البابا توادروس الثاني كان نوه في اجتماع الأربعاء الأسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر إلى ضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية. هو طبعا كأب وحرصه على ولاده وعلى كل المصريين نبه إنه الأعياد قادمة وينبغي ألا يكون هناك تجمعات، وأن نحرص على الإجراءات الاحترازية. وأعطى هو أيضا القدوة والمثل بالأمس حينما كان كل من هو حاضر في قداس كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة كان في ملتزم التزام كامل بالإجراءات الاحترازية، وأولهم قداسة البابا اللي أيضا صنع لفتة يعني حكيمة جدا، وهي أنه تلقى التهاني من كافة المهنئين الحاضرين
دون مصافحة، كالتزام بالإجراءات الاحترازية. الود كان حاضرا في التهنئات، ولكن مع الالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية. هكذا صارت بقية الصلوات في كل كنائس مصر. شفنا الصورة الرائعة بالأمس وزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم التهنئة لقداسة البابا طودروس الثاني. كيف ترى الكنيسة حرص السيد الرئيس على المشاركة الدائمة وتقديم التهنئة في المطرانية لإخوتنا المسيحيين؟ هو يعني قداسة البابا امبارح أشاد بزيارة السيد الرئيس، وأشار، ودي النقطة اللي أقصدها، أنه أشار إلى أنه ده تقليد أرساه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا كما تعلم أنه الرئيس منذ توليه سن هذا التقليد، وبدأ يزور الكاتدرائية في العيد ليهنئ المسيحيين المصريين ويوجه رسائله الإيجابية والمشجعة إلى كل المصريين زي ما سيادته تفضل امبارح. الحقيقة كيف نرى هذه الزيارة؟ هذه الزيارة تمثل مشهد حقيقي، مشهد إنساني أولا، ومشهد يترجم قيمة المواطنة أيضا، هو مشهد يحقق رؤية بيسعى إليها الرئيس وكل أجهزة الدولة في اتجاه فكرة التعايش المشترك للجميع، وأن هذا الوطن هو وطن الجميع، وأن هذا الوطن سيبنى أيضا بأيدي الجميع، وده اللي أشار إليه السيد الرئيس. عايز أقول أيضا أنه الرئيس في أولى زياراته للتهنئة في العيد في أول سنة اتكلم عن أحلام مستقبلية. النهاردة الرئيس بيأتي إلى الكنيسة وقد تحققت ملامح كثيرة من هذه الرؤى المستقبلية. على الأرض نحن نرى إنجازات غير مسبوقة، وأيضا الأهم توجهات من الدولة نحو كل فئات المجتمع المصري أيضا غير مسبوقة. فالحقيقة زيارة السيد الرئيس وحرصه أنه من خلال بوجوده في الكاتدرائية يوجه رسائل إيجابية لكل المصريين، ده أمر الحقيقة له صدى ليس على مستوى المجتمع المصري فقط، ولكن أيضا أمام كل العالم، لأنه ده نموذج بيقدم للعالم عن مصر في الجمهورية الجديدة اللي احنا كلنا كمصريين نشعر أننا صرنا جزء فعال من هذه الجمهورية. بنقول المقر البابوي أيضا شهد زيارات عديدة لتقديم التهنئة من السادة الوزراء ورموز الدولة المصرية، ربما للتأكيد على صلابة النسيج الأمة كل المصريين أحبة، وأيضا الكنيسة دائما ما تؤكد على هذه الرسالة وهذا المعنى. هو بالفعل المقر البابوي على مدار 3 أيام شهد زيارات متعددة، السيد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فضيلة المفتي، فضيلة وزير الأوقاف، القائد العام للقوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وشخصيات عديدة. الجميع أتى ليؤكد على أهمية أن نكون معا. الحقيقة اللقاءات كانت مليئة بالمعاني المشجعة، وعايز أقول لحضرتك أنه محتوى الحوارات في هذه اللقاءات
تلقائيا بيذهب نحو معنيين مهمين جدا، مصر والوطن والمجتمع وازاي نخدمه. المعنى الثاني التطلع الى المستقبل، وهنا هرجع واقول انه التوجهات اللي ارساها السيد الرئيس اشعلت روح ايجابيه بشكل واضح في نفوس الجميع، والكل في حاله رغبه في انه يعمل ويضيف. وهنا عايز اقول لحضرتك ان النهارده الكنيسه في 2021 عقدت 6 اتفاقيات 6 بروتوكولات للعمل مع عدد من الهيئات والوزارات للمشاركة في العمل المجتمعي. هذه المعاني بتحمل رسالة بتؤكد معنى أنه الكنيسة عايزة تشارك، مشاركات الأزهر أيضا وكل الكيانات في المجتمع. الحقيقة دي رؤية هتقود مصر إلى ما هو أفضل. إذن شكرا جزيلا للقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبنقول المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام وبالناس البصرة. إليكم الكلمة.